معنا هاتفيا من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل، مرحبا بك. إذا توقعات بتأجيل تسوية أزمة الوزارات الشاغرة في حكومة عبد المهدي، هل ترى أن هذه المماطلة يمكن أن تحل أزمة عبد المهدي؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. وحياك الله. المماطلة هي لعب على الزمن ولعب ل يعني كسب مزيد من الوقت والمكاسب المادية الرخيصة، رغم ما يحتاجه المواطن من ضرورة استكمال المناصب الوزارية لأجل حل مشكلاته اليومية. وبالطبع يعني المواطن العراقي يعرف جيدا أنها حتى لو استكملت هذه التشكيلة الوزارية فلن تؤثر في إيجابيا في حياته، ولن يحدث أي تغير ملموس لصالحه. فالوزارات التي شكلت قبل ذلك كانت وسائل لسرقة المال العام وهدره وعلى حساب الشعب دون أن يستفيد المواطن العراقي أي شيء من هذه الحكومات. على الرغم من هذه المبادرات والمشاورات بين الكتل السياسية، لا يبدو أن هناك يعني أي حل أو انفراج في الأزمة. ما السبب برأيك في تعثر إتمام هذه الحكومة وحقائبها على الرغم من هذه المشاورات؟ كل الجهات التي تسمي نفسها أحزاب سياسية وهي في الحقيقة مجرد ميليشيات مسلحة طائفية وإرهابية لا تعمل على خدمة المواطن أو تحقيق منجزات له، وبالتالي هي تتصارع للحصول على مكاسب شخصية ومكاسب فئوية، وهذا هو السبب الأساسي في عدم استكمال هذه الحقائب الوزارية الشاغرة. لو كان المسؤولون المعنيون في الكتل السياسية حريصون على أمن المواطن وأمن البلد لقاموا بالتنازل لبعضهم من أجل تمرير الشخصيات للحقائب الوزارية الناقصة، ولكن هم يفضلون ويعملون على يعني مكاسبهم الشخصية ومكاسبهم الحزبية ومكاسبهم الفئوية. وبالطبع هناك الأوامر التي تصدر إليهم من الخارج، فهم جميعا يتبعون برامج وأجندات خارجية. يعني على نقيض ما تحاول بعض الكتل تصديره من التقارب فيما بينها، ولكن تحالف الإصلاح صرح بأنه سيكسر النصاب إذا لم تغير الأسماء المطروحة للوزارات الأمنية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذا التصريح وهذا الموقف يؤكد ما قلناه من أنهم ليسوا حريصين على مصلحة الشعب العراقي، وإنما هم حريصون على مصالحهم وحريصون على تنفيذ ما يصدر إليهم من أوامر خارجية، سواء الأطراف التي تتبع إيران بشكل مباشر أو تتبع أمريكا بشكل مباشر. أيضا هل ترى أن إلغاء محكمة القضاء الإداري قرار لعبادي بعفاء الفياض من مناصبه سيؤجج الصراع بعد تصريح تحالف النصر؟ بالتأكيد هذا سيؤجج جانب من الصراع، لكن يبقى الصراع الأساسي هو على أي من هذه الكتل تحصل على مكاسب مادية أكثر وتفرض نفوذها الميليشياوي المسلح في الشارع أكثر. أخيرا أيضا من تصريحات تحالف النصر، أحد نوابه قال إن الحكومة التي تعجز عن إكمال حقائبها هي عاجزة عن النهوض بالواقع، كيف ترى هذا التصريح وأبعاده؟ هذه خلاصة حقيقية لواقع العملية السياسية التي يشهدها العراق، وهي في الحقيقة مشروع المحتل الأمريكي والإيراني لهذا البلد منذ عام 2003. هذا هو جوهر العملية السياسية، الصراع السياسي والطائفي والإرهابي والصراع على كسب مزيد من الأموال، و يعني سواء للتنظيمات الحزبية أو لشخوص المعنيين. هذا هو جوهر العملية السياسية وليس تحقيق أي فائدة للمواطن العراقي.
شكرا جزيلا كامل الصنبور، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، سيد مصطفى كامل.